القرار قرارك والمعرفة ليها تمن، وقت كتير التمن ده بيبقى غالي قوي، بس لازم تبقى عارف ان قدرتك في الوصول للمعلومة زي ما تقدر تبدأ حرب بتقدر تنهيها. داخلين على المكان يا يونس. اذا انت عندك هدف انا كمان عندي نفس الهدف. ولا المكان بيقفل امتى؟ اخطر حاجه في الهاكر انك مش شايفه، صعب تحدد ضربته هتيجي منين. وده بقى اللي خلى الهاكرز النهارده اقوى سلاح في العالم. متاخر يا يونس، دايما متاخر. الان على واتشت.